مواقع. 10 أشهر لم نكن فيه عاجزين عن الكلام. ولكن السيدة الرئيسة أعطينا فرصة، أعطينا فرصة لمجلس الوقاع على أساس وإيمانا بأننا المسؤولية ملقاة على عاتقنا في إنجاح هذا المجلس، وبالتالي في إنزال التنمية المرجوة من مختلف فئات الساكنة ديال هذه الجهة العزيزة. السيدة الرئيسة طيلة هذه المدة ولحد الآن نعاني وتعاني معنا الساكنة من واحد الغياب التام ديال التنسيق مع مختلف مكونات المجلس، غياب ديال التواصل مع مختلف أعضاء هذا المجلس الموقع. السيدة الرئيسة اليوم الساكنة كتنتظر الحضور ديال الجهة في مختلف دواويرها ومداشرها وجماعاتها وأقاليمها. دستور ديال المملكة عطى واحد الدور طلائعي وريادي للجهة على مستوى التنظيمية ديال المؤسسة المنتخبة. اليوم الجهة كنشوفوا الساكنة أنها نسات هذه الجهة، يعني ما كتذكرش هذه الجهة على مستوى مختلف الجماعات ومختلف الدواوي، وبالتالي ما كاينش واحد الحضور على مختلف هذه الجماعات. السيدة الرئيسة آن الأوان وحنا مدينا اللي كيدينا ومازال غنمديهم كما بدينا هذا المجلس هذا بأغلبية، بغينا نكملوه هذه المدة الانتدابية بأغلبية، وبغينا نخاطبوا السيدة الرئيسة معك في خدمة المصالح ديال الساكنة، وما بغيناش يتسلب منا الدور ديالنا اللي عطاه لنا الدستور كقوة اقتراعية في هذا المجلس. السيدة الرئيسة داروا جداول أعمال من مختلف الدورات اللي دازوا، خصو واحد الاعتبار لنا السيدة الرئيسة ونكونوا شركاء في إعداد هذه الجداول ديال الأعمال وفي اقتراح النقاط اللي غتكون على مستوى الجدول الأعمال وفي ترتيب الأولويات ديال هذا المجلس هذا ولا ديال هذه الجهة. الله يجزيك بخير. السيدة الرئيسة هذا ملتمس منك أنك تراجعي عن طريقة ديال التدبير، وهذا ماشي انتقاص طبعا عن الكفاءة ديالك، كنعرفك على كفاءة تبارك الله عندك علاقات وغتكوني يعني غتخدمي هذه الجهة ولو يعني تم تقطير ديال الطريقة ديال العمل وكاين واحد الخارج الطريق نشتغل عليها جميعا. اليوم السيدة الرئيسة كاين واحد الضغوط كبير جدا في التنزيل ديال مختلف المقررات ديال المجلس، مختلف الدورات السابقة اللي صدق على المقررات كان واحد الضغوط كبير جدا في التنزيل ديال مجموعة ديال المقررات سواء عندها بعد مالي ولا بعد إداري. السيدة الرئيسة الله يجزيك بخير، قبل فوات الأوان بغينا منك الله يجزيك بخير، وهذه هذا ملتمس ولا طلب ولا مطلب اعتبري كما بغيتي، بغيناك الله يجزيك بخير أننا نبداو صفحة جديدة وكل واحد تنسيق تام عندك كفاءة في هذا المجلس، عندك رؤساء فرق، عندك رؤساء رجال، عندك نواب، عندك ناس اللي يقدروا يعني يبصموا ولا يكونوا إضافة ويشتغلوا، راه ما يمكنش السيدة الرئيسة تشتغل بوحدها، راه إذا ما كاينش يعني إشراك ديال مختلف المكونات ديال المجلس، راه ما يمكنناش أننا نوضعوا هذه الجهة في الطريق الصحيح. إذا الله يجزيك بخير السيدة الرئيسة، هذا ملتمس، الله يجزيك بخير، نتمنى أن تتقبليه يعني بصدر رحب وتشتغلي على أنه يكون واحد الاستقطاب بين مختلف كلنا أعضاء، كلنا جينا يعني نقلوا المعاناة ديال الساكنة والمشاكل اللي كتعيشها الساكنة، هذا هو الدور ديالنا، أنتم كتصوتوا لنا الناس باش نقلوا المشاكل ديالهم، ما بغيتش نطول عليك السيدة الرئيسة الله يجزيك بخير، نتمنى لنا هذا الخلل أنه يتصلح في أقرب الأوقات، وشكرا جزيلا.